ريسبسيون قهوة صوالة. قمنا اليوم بتسليم وحدتين صناعيتين إلى مجمعين عموميين. الأولى تتربع على مساحة 3 هكتار وبها مجموعة من العقارات والتجهيزات والمعدات، وتم تسليمها إلى المجمع العمومي المكلف بصناعة الصناعية. والمؤسسة الثانية نفس الشيء تم تسليمها، هي تتربع على مساحة 2 هكتار وتم تسليمها إلى مجمع عمومي المكلف بالصناعات الكيميائية. إذن ابتداء من اليوم إن شاء الله هذه المؤسستين قاموا باستلام هذه المقرين، وسوف يتم إعادة بعث عمل ونشاط هذه المؤسسات مع الحفاظ على اليد العاملة التي كانت متواجدة بعين المكان، وكذلك استثمار في هذه المؤسسات وتنويع إنتاج إن شاء الله. في إطار استرجاع الأموال المنهوبة تم تحويل شركة في اختصاص الصناعات الفلاحية والعتاد الفلاحي من طرف أملاك الدولة إلى مجمع إلى الشركة الفرعية لمجمع الأجيام اللي هي سياما بالعباس المختصة في صناعة الآلات والعتاد الفلاحي. إن شاء الله حنحافظ على مناصب الشغل اللي موجودة ديجا بالشركة، العمال استرجعناهم. قمنا بإعادة رودي مارس على الانتربريز، رودي مارس على الانتربريز الشركة، وراي شركة تصنع فيها لي دوسيت. عندنا نسيت اللي يخدم لي تويون بي اون اش دي، وكاين واحد اون بي في سي، وعندنا اون يونيتي دو ريكيباراسيون. اليوم اون روبري لاكتيفيتي كامل، طورنا الماشين كامل راهم يخدموا، حفزنا العمال، العمال تفهموا الوضع بلي انهم ولاو مع شركة وطنية، دونك الظروف تاعهم راح تتحسن.